السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسة العمارة العربية للعام الثاني على التوالي، احنا في صيف 2023 وهي بدأت في 2022 وأتمنى إنها تستمر. فكرتها قايمة ببساطة على مشاركة المعرفة. فيعني احنا في الأجازة والناس كلها عايزة بقى تستريح، والناس بقى إيه، مفيش مانع إنها تطلع مصيف، مفيش مانع إنها تلعب رياضة، مفيش مانع إنها تترفه، تعمل استرخاء وتأمل وكل حاجة. لكن برضو هذا لا يمنع ان في فترة الاجازة دي نحاول ان احنا نستغلها. المدرسة قايمة على فكرة بسيطة جدا وجميلة، انها بتضيف بعض الافاضل، وكل واحد فيهم بيديك الخلاصة بتاعت التجربة بتاعته. يعني واحد مثلا شغال في مكتب استشاري بقاله 30 40 سنة، بيديلك في خلال النص ساعة ولا ساعة ولا الساعتين، بيديك ملخص التجربة الحياتية. يعني بيوفر عليك سنين من ان يعني انت تجرب وتغلط، تجرب وتغلط. فدي فرصة بالذات لو انت لسه متخرجتش او لسه متخرج قريب، اسمع المحاضرات كلها وشوف انهي محاضرة اللي انت بتميل ليها، او انت حاسس ان هي دي الاكثر استفادة، او هو ده فعلا الشغف بتاعك. يعني عشان تعرف الشغف بتاعك اسمع المحاضرات كلها، وبعد كده حدد انهي محاضرة اللي انت عايز تتواصل مع المحاضر وهو ده اللي انت مهتم بيه. هل انت مهتم بالاستدامة؟ هل انت مهتم بالذكاء الاصطناعي؟ هل انت مهتم بالتصميم؟ هل انت مهتم بالحضارة؟ هل انت مهتم بعمارة الفضاء؟ هل انت مهتم ببناء الملاجئ؟ يعني في افكار كتيرة جدا. وسيبك من ان انت تقعد تشوف الحاجات الموضة او الفلاشات اللي بتطلع كل شوية، او كل شوية حاجة تطلع ترند فكلنا نمشي وراها. لا، انت بتبدأ تسمع المحاضرات دي كلها، لا ده في موضوع معين هو فعلا ده اللي شدني، ده الشغف بتاعي. فتعرف الشغف بتاعك وتبدا بقى تحاول تتابع المحاضر دوت، تحاول ان انت تقرا اكتر في الموضوع دوت. الميزه ان المدرسه مجانيه، ف يعني مش هتكلفك حاجه خالص. ممكن تقعد تسمعها اثناء ما انت في المواصلات، تبدا تسمع المحاضرات، تستفاد منها كتير جدا، في كميه معلومات رهيبه. انا استفدت كتير جدا جدا من المحاضرات اللي اتعملت السنه اللي فاتت، وان شاء الله استفاد برضو منها السنه دي. ممكن الواحد يسمعها في البيت في المواصلات، ويبدأ يلخص المحاضرة بحيث ان هو يبقى سهل ان هو يرجع ليها. في مسارات مختلفة، في مسار التصميم المعماري، في تكنولوجيا العمارة، في الازهار المعماري، في التصميم الداخلي، في حاجات كتيرة جدا. والمحاضرين ما شاء الله كلهم اساتذتنا، وكل يعني دايما بنتعلم منهم ودايما بنستفاد منهم ان شاء الله. فانصحكم ان الواحد يعني يستغل الوقت وما يفوتش ولا محاضرة، وبعد كده يبدأ يشوف اني مجال او اني يعني فين الشغف بتاعه او فين الاهتمام بتاعه. بالتوفيق دايما.